اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أراد أن لا يطلعه الله يوم القيامة على قبيح أعماله ولا يفتح ديوان سيئاته فليقل بعد كل صلاة: اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي، وإن رحمتك أوسع من ذنبي. اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي. اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني، لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين.